تاء لمصطفى كامل الصنعي، لان انا خلي بالك دي لعبتي انا الحمد لله جراح فيها يعني. ده حقيقي انا دي لعبتي. انت جراح معرفش عادل، انا لما غنيت ولقيت الشكل العام للمطرب حلو وفرحت بيها ولقيت معجبين ودنيا، رحت جاري وراها ساعات احن لمصطفى كامل الشاعر. انا بحب الفن يعني حياتي. انا ما اشتغلتش بالبكالوريوس بتاعي، ما اشتغلتش 48 ساعة ما اشتغلتهمش. طب انت هتكتب في الفترة الجاية للنجوم بقى؟ والله يا والله ان شاء الله بنتقابل انا وعمرو دياب، واتقابل انا وفؤاد وانا وهاب على طول قاعدين، ونفسي اشتغل وبنتكلم انا وبنتكلم انا وناصر محروس، وبنتقابل انا وطالع عبد الله وناصر محروس، واقعد اقول ونفسي ترجع تاني. هي بس المناخ العام لحالة الفن مش بسطني. انا خدت زمن حلو قوي. ما دلوقتي هيبسطك كانت الناس والله يا رب والله العظيم. كنت قاعد مع عصام كاريكا قريب بعد اللقاء، اخويا وقال لي ان اغنيه عاتبك كانت وش السعد عليا انا ومصطفى كامل وحسام حسني. طبعا هي فعلا كانت اغنيه وش السعد عليك. لا ما كانتش، انا كان وش السعد عليا امشي ولا قرب. انا بدايتي كانت بشكل جديد، كانت الاغنيه خفيفه ايام حميد تهنا مع وبعدين انا كنت بحب انا حليمي قوي ام كلثوم قوي يعني انا طباعي. فقعدت وانا عيل افكر اقول لي عايز ابقى زي الناس الحلوه دي، اسمع في عبد الحليم الاقي مفيش قصه كبيره، مش عامل كيميا الراجل. سواح وانا ماشي ليالي، سواح وانا داري بحالي، سواح. فبقيت اجيب حسين واقول له ايه تيجي نعمل جو حليم وبليغ ده. فروحنا مطلعين امشي دي لما رحت بيها لحميد امين سامي. لا خد الادى، ان لما رحت بيها لحميد الشاعري سمعها له انا وامين سامي الله يرحمه. لا وبقول له انا عامل مذهب كده بيقول كذا كذا، فقال لي هتكبه وتعمل لي فيها بليغ حمدي. عبال ما رجعت البيت وانا زعلان منه جدا راح مكلمني في البيت قال لي بقول لك مصطفى تسمعني بسمعها له تاني. رحنا بقيت امشي دي بقى. كانت يوم الاستوديو بتاعها كان يوم غريب، لان احنا كان الاستوديوهات بتاعنا بتقفل على حميد وكام عازف والايقاع الطبله والجيتار وخلصت الحكايه. جبنا بقى الكمانجات وجبنا الساكسفون واشتغلنا الغنوه. فبقت عارف لما تسمع صوت باور عالي جدا. بعدها على طول راح مكلمني عمرو دياب، بعدها على طول اتعرفت انا وكاريكا ببعض. وكان كاريكا ساعتها عامل بيني وبينك خط ونص، هو في لاين وانا اللاين بتاع الجو الحليمي والبليغي ده. هي دي مدرستي. حتى انت هتلاقيني مع حسن دنيا، مع حسين محمود، مع حمدي صديق، مع وليد سعد. اول ما اكتشفت وليد الشكل الفورم بتاع الاغاني هو مصطفى كامل. انا بحب ده، دي مدرستي في الشكل ده. ونروح عاملين عاتبك انا وكاريكا. اتعرفت على كاريكا، لقيت كاريكا قال لي كان بقى كاريكا بيحب الجو بتاع الدنيا برد يا عم خليل وبتسال ورد يا عم